لا بسيطة. شوف تفضل سي يعني تعودنا في العالم أن تتدخل عفوا المخابرات الأمريكية عن طريق يعني واحدة من مخابراتها الكثيرة، لكن أحيانا تغتال سياسيين، يعني تختطف إلى غير ذلك. أما أن يتدخل FBI بالذات لاختطاف شخص مواطن ليبي في وضح النهار في طرابلس ونقول أن ليبيا مستقلة، كنت أتمنى أن تكون ليبيا مستقلة، كما أتمنى أن تكون تونس مستقلة أكثر وأكثر وأكثر من الماضي، لكن مع الأسف بلداننا التي وقع فيها ما وقع، أول ما خسرت الدولة، ثاني سيادتها وكرامتها وعزتها لدى الشعوب، يعني والبقية كله لغو.